بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي، برحب بكم وبكل مشاهدينا في كل مكان لحلقات وقنوات السكولة، ومعانا الوحدة الثانية والدرس الرابع فيها اسمه إيه؟ أنواع المجموعات. بعد ما خدنا ثلاث دروس على معنى المجموعة والتعبير عن المجموعة، معانا أنواع المجموعات. وقبل ما نقول هي أنواع المجموعات اللي هندرسها، تعالوا ندي مثال يوصلنا للمعنى والمضمون اللي عايزين نقوله. لو أنا قلت مجموعة حروف كلمة عادل، هنجيبها إزاي؟ هنفتح قوس مجموعة عادل، إيه حروفه؟ العين عنصر، والألف عنصر، والدال عنصر، واللام عنصر، ونقفل قوس المجموعة. طب عدد عناصره؟ أربع عناصر. ليه بعدهم؟ عشان أعرفك إن منتهية، يبقى قدرنا نعدهم وقدرنا نكتبهم وقدرنا نحصرهم، يبقى مجموعة حروف كلمة عادل يقال عليها يا شطار مجموعة منتهية، لأن عدد عناصرها محدد. لكن لو جيت لك مثلا وقلت لك قل لي إيه هي مجموعة الأعداد الزوجية، هتقول لي إيه؟ نفتح قوس مجموعة 0 2 4 6 8 10، ومش هتقدر تقف، هتقول لي إلى ما لا نهاية يا مستر ونحط نقط. أقول لك طب إيه آخرك؟ تقول لي ماليش آخر، أنا عارف بدايتي بالصفر لكن مش عارف نهايتي. يبقى دي مجموعة إيه يا شطار؟ مجموعة غير منتهية، عارف بدايتها مش عارف نهايتها، وملهاش عدد معين ولا محدد. طب مثال لمجموعة أخرى، مجموعة الأعداد الفردية 1 3 5 7 9، برضو إلى ما لا نهاية. يبقى دي مجموعة غير منتهية. مجموعة الأعداد الأولية 2 3 5 7 11 13 17 19، برضو إلى ما لا نهاية، عارف بدايتها مش عارف نهايتها. زوجية، فردية، أولية، مجموعات غير منتهية. طب لو سألتك سؤال تاني، تعرف تقول لي إيه هي الشهور اللي زاد عدد أيامها عن 35 يوم؟ هل في؟ طبعا مفيش. بدام قلت مفيش، يبقى دي اسمها مجموعة خالية، مجموعة فاضية، مجموعة لا تحتوي على عناصر، مجموعة عدد عناصرها زيرو، اسمها ايه؟ مجموعة خالية. لو قلت لك مين التلاميذ اللي في الفصل عندك اللي زاروا القمر، اجابتك هتكون ايه؟ مفيش. بدل مفيش يبقى لا يوجد، مجموعة فاضية، يبقى مجموعة خالية. يبقى درسنا بيعتمد على ثلاث مجموعات، المنتهية، الغير منتهية، الخالية. المنتهية عدد عناصرها محدد ويمكن حصره، الغير منتهية عدد عناصرها غير محدد. المجموعة الخالية هي مجموعة لا تحتوي على أي عناصر وعدد عناصرها يساوي صفر. لكن فين مسائل الدرس؟ تعال معايا ونحل سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد النهاردة درس مين؟ درس أنواع المجموعات، الدرس الرابع في الوحدة الثانية، وحدة المجموعات. وقلنا إن المجموعات في منها منتهية اللي عدد عناصرها محدد، وغير منتهية اللي عدد عناصرها غير محدد. فبيسألني مين المجموعة المنتهية ومين المجموعة غير المنتهية، ولو كانت منتهية حددها واكتب عدد عناصرها. يلا نشوف كده. أول سؤال، مجموعة حروف كلمة سليمان، يا ترى المجموعة دي منتهية ولا غير منتهية؟ أيوة برافو عليك، دي مجموعة منتهية. ليه؟ لأنها تمثل حروف كلمة لاسم، والاسم ده نقدر احنا نفتح قوس مجموعة ونكتب حروفه، سليمان، السين واللام واليه والميم. الألف ما تقلش قبل كده، آدي الألف، وكمان مين؟ وكمان النون. طب كده عدد عناصرها نقدر نعده؟ طبعا نعده، 1 2 3 4 5 6، يبقى أقدر أقول إن المجموعة دي تحتوي على 6 عناصر، وبدام قدرت تحددهم وأعرفهم تبقى مجموعة منتهية. اللي بعده، مجموعة الأعداد مين؟ الزوجية، يا ترى منتهية ولا غير منتهية؟ مين اللي قال؟ أيوة برافو عليك، مجموعة غير منتهية، برغم إن أنا عارف بدايتها بتبدأ بمين؟ 0 2 4 6، لكنها
إلى ما لا نهاية، ما عرفش عددهم كام، غير محدد. اللي بعده مجموعة الأعداد الفردية، عارف لو قال الفردية بس تبقى غير منتهية، لكن كونه أن يقول الأقل من 9 يبقى محددة، لأن باني نهاية لهذه المجموعة، يبقى نقول له على طول دي تمثل مجموعة إيه؟ مجموعة منتهية. طب عدد عناصرها ماله؟ محدد. طب نقدر نعده؟ أيوة. من الأعداد الفردية اللي أقل من 9؟ الواحد، وبعدين 3، وبعدين 5، وبعدين 7، وبعدين 9. لا ده أقل، يبقى نقف عند 7 يا مستر حامد. عددها كم؟ 4 عناصر. اللي بعده مجموعة الأعداد نهي التي تقبل القسم على 5. ويجي ولد يقول اللي بيقبل القسم على 5 نبدأ بمين يا مستر؟ بالصفر، وكمان 5، وبعدين 10، وبعدين 15، وهكذا إلى ما لا نهاية. أقول له بدم إلى ما لا نهاية، يبقى المجموعة دي إيه يا شطار؟ مجموعة غير منتهية. ليه؟ لأن عدد عناصرها غير محدد، عارف بدايتها ولكني لا أعرف نهايتها. يا رب نكون فهمنا السؤال ده. السؤال الثاني يا ولاد بيسألني يلا مع بعض أي المجموعات الآتية منتهية ومين غير منتهية؟ وفي حالة إنها تكون مجموعة منتهية قل لي عدد عناصرها كام؟ يلا أول معانا مثال مجموعة أيام الأسبوع. طبعا مجموعة منتهية لأن عدد عناصرها محدد. طب عدد عناصرها كام؟ أقول له 7. يبقى نعمل صح في منتهية وغلط عند غير منتهية واكتبنا عدد العناصر. السؤال اللي بعده مجموعة شهور السنة الميلادية، طبعا مجموعة منتهية. طب عدد عناصرها سواء هجرية أو ميلادية 12 شهر، يبقى نعمل صح عند منتهية وغلط عند غير منتهية وعدد العناصر 12. اللي بعده مجموعة الأعداد مين الفردية، دي مجموعة إيه؟ مجموعة غير منتهية، يبقى نعمل صح هنا وغلط هنا. طب عدد عناصرها ما نقدرش نحدده 1، 3، 5، 7، 9، ولكن إلى ما لا نهاية. اللي بعده مجموعة مين؟ مجموعة الأعداد الأولية. لو قال الأولية بس أقول له غير منتهية، تقول لي فردية، تقول لي زوجية، تقول لي أولية وتقف ستوب، يبقى غير منتهية ما نعرفش نهايتها. ولكن الراجل هنا حدد لي، قال لي الأصغر من 20، يبقى جاب لي نهاية. بدام جاب لي نهاية نقول له فعلا مجموعة منتهية، يبقى صح في منتهية وغلط في غير منتهية. طب عايزين نعرف عددهم، تعالوا وأنا أقولهم لكم بأغنية. الأعداد الأولية لحد 10 قول معايا 2، 3، 5، 7، 4 أعداد. طب من 10 لحد قبل 20 برضو 4 أعداد، 11، 13، 17، 19، 19. يبقى نقولهم على بعض 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19. طلعوا كعنصر 8 عناصر. من 1 لـ10 4 أعداد أولية، من 10 لقبل 20 4 أعداد أولية. اللي بعده مجموعة حروف كلمة سندس، بدل كلمة يبقى نقدر نحدد عناصرها، يبقى مجموعة منتهية، صح في منتهية وغلط في غير منتهية. طب عناصرها مين؟ افتح قوس مجموعة السين والنون والدال. طب السين التانية لا ما تتكتبش، يبقى عدد عناصرها كام؟ 3، برغم ان سندس 4 حروف ولكن على هيئة مجموعة هيبقوا 3 لان السين مكرر. اللي بعده مجموعة عوامل العدد 3، حد فاهم يعني ايه عوامل العدد 3؟ يعني ضربيات الـ3، يعني كم في كم بـ3، 1 في 3 بـ3 بس فقط، مفيش اللي هما الـ2. كم عامل؟ عاملين. محددة ولا غير محددة؟ طبعا محددة، تبقى مجموعة ايه؟ مجموعة منتهية، صح في منتهية وغلط هنا وعدد العناصر 2، لان عوامل 3 يعني ضربيات الـ3، 1 في 3 بـ3. السؤال اللي بعده هنيجي للنوع الاخر المجموعة خالية.
قل لي مين، خلية أو غير خلية؟ كلمة خلية يعني لا تحتوي على عناصر، كلمة غير خلية يعني فيها عناصر حتى ولو كان عنصر واحد فقط. السؤال الأول، تعرف تقول لي مجموع التلاميذ فصلت الذين زاروا القمر؟ كل التلاميذ اللي يسمعوني يسألوا بعض، يسألوا زمايلهم، هل حد من زمايلهم زار القمر في الفصل؟ طبعا مفيش، بدل مفيش يبقى نقول لعمه الإجابة خالية. خالية يعني مفيش. أول ما تقول لنفسك كلمة مفيش اكتب في الإجابة مجموعة خالية. طب لو قلت فيه يبقى غير خالية. السؤال اللي بعده، مجموعة الأعداد نهي اللي بتقبل الاسم على 7. طب دي مفتوحة، دي كتيرة. قال لي استنى استنى، تكون محصورة بين 8 و15. اقول له طب استنى كده ما افتح قوس مجموعة ونعد من بعد 8. 9 ما بتقبلش على 7. 10 ما بتقبلش. 11 لا. 12 لا. 13 لا. 14 ايوة بتقبل. يبقى مين اللي قبل؟ 14. وجد ولا ما وجدش؟ وجد عنصر واحد. اقول له بدل وجد يبقى على طول الاجابه غير خاليه لاني ما قلتش مفيش. السؤال اللي بعده، مجموعه عوامل العدد 15 اللي بتقبل على 2. اقول له استنى استنى، عوامل العدد 15 ده عوامل ال 15، 1 في 15 ب 15 و 3 في 5 ب 15. هاتهم كده الاربع تنفار دول تلاقيهم كلهم اعداد ايه؟ اعداد فرديه. يبقى مفيش حد بيقبل على 2. مادام قلت مفيش تبقى مجموعه ايه؟ مجموعه خاليه. اللي بعده، مجموعه الاعداد نهي اللي بتقبل على 5 والمحصوره بين 5 و10. تعالى نفتح كده قوس مجموعة في مخينا، مين اللي بعد 5 لحد قبل 10؟ 6 ما بتقبلش على 5. 7 لأ. 8 لأ. 9 لأ. ولا واحد. مادام ولا واحد تبقى مجموعة خالية لعدم وجود عناصر تقبل على 5 وتكون محصورة بين 5 و10. اللي بعده، مجموعة محافظات الوجه القبلي، محافظات الصعيد في جمهورية مصر العربية والمطلة على البحر الأبيض المتوسط. الوجه القبلي محافظات الصعيد، ولا محافظة منهم بتطل على البحر الأبيض المتوسط. اللي بيطل على البحر الأبيض المتوسط من محافظات مصر زي مدينة بورسعيد ومدينة الإسكندرية، الاتنين مطلين على البحر المتوسط، لكن من الوجه القبلي مفيش. يبقى نقول له على طول ايه بدل قلت مفيش؟ نقول له مجموعة خالية. شفتوا سؤال سهل وجميل ازاي؟ الحمد لله عرفنا درس أنواع المجموعات، وفرقنا بين المجموعة المنتهية والغير منتهية والمجموعة الخالية، وشفنا تمارين على كل نوع وعلى الأنواع الثلاثة للمجموعات. يا رب يكون درس سهل وبسيط. حل تدريبات الكتاب المدرسي بإيدك واتفرج على الحلقة مرة واثنين، تفقد الدرس بإذن الله. واوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وانتظر باقي حلقات وحدة المجموعات مع الاسكولة ومستر حامد البيومي.